طيب هرجع كده وازود شويه حاجات ما قلناهاش. قلنا داتا سيت، الداتا سيت دي ممكن اقدر اوصل اقول داتا سيت دوت تيبلز واكتب اسم الجدول فاوصل كده لداتا تيبل كده قدرت اوصل لجدول داتا تيبل. ممكن اقول داتا سيت دوت تيبلز اسم الجدول او رقمه زي ما احنا شفنا دوت كولومز واسم الكولوم، يبقى انا كده قدرت اوصل لكولوم. اوصل لمين؟ لكولوم. كولوم طبعا من غير داتا، كولوم طبعا من غير ايه؟ من غير بيانات. خلاص كده لو تقدر تسيت دوت تيبلز وكتبت اسم الجدول دوت روز رقم زيرو كده وصلت الداتا رو، كده وصلت لمين؟ الداتا رو جوه الداتا سيت. خلاص داتا سيت دوت تيبلز التيبل نيم دوت الروز رقم زيرو الكولوم كذا، يبقى كده وصلت لمين؟ ها لخليه، لخليه انا قلت رو رقم زيرو الكولوم رقم كذا، كده وصلت لايه؟ لخليه بعينها. كده وصلت لخليه بعينها جوه الداتا سيت. خد بالك انا بوريك الداتا سيت وصلت منها لجدول فيها ازاي، ومن جدول وصلت العمود ازاي، وصلت للصف ازاي، وصلت القطعه اللي هي تقاطع الصف مع العمود ازاي. داتا تيبل دوت ريليشن واكتب اسم العلاقه، واكتب اسم الايه؟ العلاقه. يرجع لي داتا ريليشن، يرجع لي داتا ايه؟ داتا ريليشن، يرجع لي علاقه، حاجه نوعها اسمها داتا ريليشن، حاجه اسمها نوعها ايه؟ داتا ريليشن، هتكلم عليها كمان شويه. ده داتا سيت وازاي اوصل منها لكل الحاجات الرئيسيه اللي احنا عايزينها. داتا تيبل، داتا كولوم، داتا رو، داتا ريليشن. خلاص كده؟ قولهم تاني ولا عرفناهم؟ محدش بيرد عليا. الداتا سيت ازاي اقدر اوصل لداتا تيبل، داتا كولوم، داتا رو، داتا ريليشن. في بعد كده عندنا داتا تيبل، داتا تيبل اسمه تي بي ال بيساوي نيو داتا تيبل. خلاص كده؟ خلاص. هم اقول له تي بي ال دوت كولومز العمود الكولوم واحد، كده قدرت اوصل لكولوم جوه داتا تيبل، كده توصل لكولوم جوه مين؟ جوه داتا تيبل. هتقول دي تي بي ال دوت روز رقم زيرو، كده قدرت اوصل لايه؟ لرو جوه الداتا تيبل، رو جوه الداتا تيبل. لو قلت تي بي ال دوت روز رقم زيرو دوت والكولومز بتاعي او رقمه، على فكره ينفع الاسم او الرقم، كده وصلت لايه؟ لخليه جوه مين؟ جوه داتا تيبل. عايز اعرف داتا كولوم، عايز اعرف داتا ايه؟ لو قلت داتا كولوم دي تي سي مثلا بتساوي داتا كولوم، واديها اي اسم، واديها اي ايه؟ اي اسم، اي اسم ده كولوم، اي اسم عمود كده، اعمل عمود جوه جدول. بس هنا ما بياخدش غير الاسم بس، ممكن ازود النوع. خلاص الاسم والنوع بتاعه. خلاص ممكن احط عليه قيود، يبقى دخلت داتا ريليشن. خلاص انا عملت جدول، عملت كولوم سميته بس. هاجي هنا اقول له التيبل بقى بتاعي الكولومز اللي جواك ضيف لي الدي تي سي ده. الدي تي سي ده عباره عن ايه؟ عن كولوم جديد بالمسمى. كولوم جديد بالمسمى ايه؟ فكده عملت كولوم، وبعد ما عملت كولوم ضفته جوه مين؟ جوه الجدول. لكن عملت التر تيبل وقلت اد كولوم. خلاص لكن عملت اد كولوم جوه مين؟ جوه الداتا تيبل. فاهم مشكله كده؟ الداتا رو عملنا معاها برده، بس نبص على بصايه. عملنا داتا رو سميناها دي تي ار. الداتا رو بتساوي تي بي ال دوت روز رقم زيرو. انا كده عملت ايه؟ رحت على رو جوه الجدول وقمت حاطه جوه الداتا رو. رحت على رو جوه الجدول حطيته جوه مين؟ واصبح الدي تي ار ده يمثل الرول الاولاني اللي جوه الجدول، يساوي يمثل الرول الاولاني اللي جوه مين؟ اللي جوه الجدول. خلاص فممكن دلوقتي اقول له الداتا رو الكولوم رقم كذا او الكولوم اسم الكولوم على طول بيساوي اكس 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 اكس، يبقى انا كده حطيت جوه الكولوم دوت اللي جوه انه تي ار انه تيبل انه داتا رو او داتا رو اول داتا رو جوه التيبل، اول داتا رو جوه مين؟ جوه التيبل اللي هو رقم زيرو اللي هو رقم ايه؟ يعني خدت الرو الاولاني من جوه الجدول اهو الرو رقم زيرو من جوه الجدول وحطيته جوه مين؟ جوه الدي تي ار اللي هو الداتا رو. خلاص اصبحت رو بيمثل اول صف في الجدول. قمت جاي على اول صف في الجدول اللي هو الدي تي ار ده قلت له كولوم كذا الفلاني حط لي جواه مين؟ حط لي جواه اكس اكس، فياخد جواه اكس اكس ويحطها جوه الكولوم الايه؟ الفلاني. خلاص كده؟ طيب ممكن اقول دي تي ار بتساوي تي بي ال دوت نيو رو. لو قلت دوت نيو رو هيعمله لي اكنه رو في الجدول، بس رو جديد فاضي، بس رو جديد ايه؟ غير اللي فوق. اللي فوق كان بياخد البيانات بتاعت الرو من الداتا تيبل، كان بياخد البيانات بتاعت الرو من داتا مين؟ داتا تيبل وياخدها. هنا لا، هيعمل نفسه صف جديد فاضي، هيعمل نفسه صف جديد ايه؟ فاضي. بقدر دلوقتي برضه اقول له الداتا رو ديت الكولوم بيساوي واقوم حاطط جواه قيمه. كده انا بقى بست جواه قيمه، مش بابديت جواه قيمه، بست جواه ايه؟ وبنفس الطريقه ممكن اقول داتا تيبل دوت روز دوت اد ضيف لي الداتا رو دوت اللي هو الجديد. بعد ما عملت داتا رو جديده وضفت جواها بيانات اقدر اضيفها جوه مين؟ جوه الجدول. يعني عملت داتا رو جديده حطيت جواها قيم، قمت واخد داتا رو جديده اللي انا سحبتها دي قمت مدخلها جوه مين؟
هو البناء بتاع الجدول كله، هو البناء بتاع مين؟ بتاع الجدول كله. خلاص كده. طيب ده كله قلناه، ده كله مفيش جديد. نتكلم على الداتا ريليشن، نتكلم على مين؟ على الداتا ريليشن. نوت نكمل الداتا ريليشن اللي هي بقى الريليشن بقى العلاقه، العلاقه. خلاص عملت له داتا كولوم، داتا كولوم عادي جدا، سميته دي تي سي بيرنت اللي هو الايه الاساسي او الاب. خلاص ده عباره عن نيو داتا كولوم، عرفت كولوم عادي، عرفت كولوم سميته اي ايا كان. قلت له انت بتساوي ايه الدي تي سي بتاعي ده بيساوي ايه؟ قلت له روح على الداتا سيت دوت تيبل اللي اسمه كاتيجوري مثلا دوت الكولومز اللي اسمه كات النو. خلاص عرفت كولوم وخدت منه، وخدت من الداتا سيت اللي عندي هتعمل داتا سيت صح. روح على الداتا سيت، روح على الجدول، روح على العمود، العمود اللي اسمه كذا خدته. اصبح الدي تي سي ديت شايله حقل اسمه كات النو، شايله حقل اسمه ايه او عمود اسمه كات النو. عملت داتا كولوم ثاني هي ابن منها. خلاص نيو داتا كولوم وجاب منين؟ قلت له روح على داتا سيت عتبه اسمه برودكت. خد بالك بقى مش عتبه اسمه كاتيجوري، يعني عندي داتا سيت فيها جدولين اهو، واحد شايل جدول الكاتيجوري وواحد شايل جدول مين؟ البرودكت. رحت على داتا سيت التيبل اللي اسمه برودكت، الكولوم اللي اسمه كات ايه؟ ده المفتاح الخارجي. يعني من الاخر رحت ادي جدول الكاتيجوري حقل الكات ان او ده المفتاح الرئيسي، جدول البرودكت حقل الكات ان او ده المفتاح الايه؟ الخارجي. وعايز انفذ الريليشن دي جوه داتا سيت وتحس بيها. يعني لما تيجي تضيف كده مفتاح خارجي مش موجود، لك ده مش موجود بدري بدري بعيد عن داتا بيز ومش موجود داتا بيز، وداتا بيز مقفوله وكله تمام. خلي بالك لما عملنا فيلم سكين ماشي اوكي، بس ما كانش غير جدول واحد بس. لما احنا حددنا جدول كل في اللاب بترمي لك جدول واحد. لا لما عملنا فيلم سكيما وحددنا جدول جنب الكود اللي على الجدول، لما حد بيجيب لي ريليشن. طيب كده اكون جايبه انت من الداتابيز، لكن انت عايز تطبق قاعده معينه عندك، انت عامل داتا تيبل بتاعتك وعايز تطبق فيها قاعده، بتعمل ايه؟ يعني مش لازم، على فكره مش لازم الداتا تيبل والداتا سيت والحاجات دي تبقى شغاله على الداتابيز. ممكن مش شغال داتابيز اصلا، ممكن اكون مش شغال داتابيز اصلا. ممكن الناس دي شافت النهارده كده الشوبينج كارت صح، نفسها المشتريات شغالين مثال اهو، قابلنا شاسات مش عاملين نفضل داتا تيبل ونعمل بتاع، ومفيش داتابيز اصلا، داتابيز مش موجوده حاجه زي كده. خلاص بالظبط حاجه زي كده. قمت معرف داتا ريليشن بقى، يعني عرفت داتا كولوم الاولاني وعرفت داتا كولوم من الثاني، ده جاي من جدول وده جاي من جدول ثاني. قمت معرف داتا ريليشن عباره عن نيو داتا ريليشن، اديها اي اسم، اديها اي ايه اي اسم، وتديها الكولوم من الاولاني كوما كود ناقص. بس كل من الاولاني بس في حاجه غلط. لو جيت بصيت معايا كده اي ابلكيشن فيجوال سي شارب جيت في الفورم لوب بتاعتي، لو جيت كده عملت كوما هيقول لي ادي الايه، ادي الداتا كولوم من الاولانيه اللي هي الاب اللي هي الاساسي، ودي الداتا كولوم اللي هي الايه شالد منها اللي هي الايه اللي هي الفورن كي او الفرعيه منها. خلاص اللي هي الفورن كي اللي هي الفورن ايه الفورن كي. فانا جيت هم تعمل له نقط ايه خلاص يا مش قري ولا حاجه، ده الريليشن خدت مني مفتاحين، قال لي اسم العلاقه ايه، اسم العلاقه ايه، قال لي ماشي، قال لي اداني المفتاح الرئيسي كوما اديني المفتاح الخارجي. ايه حاجه دي؟ لو عندك المفتاح الرئيسي مجموعه من الحقول، يعني كذا مفتاح كذا كذا حقل مع بعض، مفتاح رئيسي واحد وكذا مفتاح رئيسي مع بعض مفتاح خارجي واحد اللي هي كومبوزيت كي. خلاص هنتكلم في حاله بسيطه خالص، ان هو حقل بحقل، ما كيمش ان هو بقى مجموعه من الحقول بمجموعه من الحقول وهي موجوده. خلاص فتو داتا فتو ريليشن نيم، وبعت له اسم المفتاح الرئيسي وانا مفتاح الايه مفتاح الخارجي، وعرفت ان دي داتا ريليشن صح كده، هي موجوده اهي. بس
ليه طيب البعتان دي؟ اهي خلاص اديته المفتاحين. بعد كده اقول له داتا ست دوت ريليشنز، جوه داتا ست بقى ذات نفسها دوت ريليشن دوت اد دي تي 1 اللي هي الداتا ريليشن ايه 1 دي او ال، معلش ال. خلاص يبقى داتا ريليشن. يبقى هو عمل ايه بعد كده؟ عمل داتا ريليشن نيو داتا ريليشن داتا اي اس، واديته المفتاح الرئيسي واديته مفتاح الايه بس ككولوم كايه ككولوم. وبعد كده قلت له ضيف لي جوه الداتا ست دي جوه الريليشن اللي موجوده ضيف لي الداتا ريليشن دي، فضاف العلاقه دي. بس كده بس كده بس. شوف بقى الجمال اللي هتضيفه لك لما انت تعمل كده. ايه بقى اللي هتضيفه لي؟ خلاص انا عملته واثبتت له العلاقه ما بين اتنين داتا تيبل، ما بين اتنين ايه؟ يبقى عملت الداتا تيبل وعملت الداتا ريليشن جوه الداتا ست. جوه مين؟ جوه الداتا ست. خلاص بص بقى هقول له ايه. بص على الحته دي، قلت له داتا ست اللي اسمها كاتيجوري الرو رقم 0.get ها كده هيجيب لي تشاد روز دي بقى هتجيب لي ايه بقى؟ هتجيب لي كل السجلات اللي من جدول البرودكت المتعلقه بالصف الاولاني لوحدها اوتوماتيك. هترجع لي ايه؟ كل السجلات المرتبطه بالسجل الاولاني اللي موجود جوه جدول الكاتيجوري. واصله ولا مش واصله دي؟ تمام واصله ولا مش واصله؟ يعني الفئه رقم 1 والفئه رقم 2 في منتجات، في منتج رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 ورقم 6 ورقم 7 ورقم 8. من رقم 1 لرقم 4 كلهم تبع الفئه رقم 1، ومن رقم 5 لرقم 8 كلهم تبع الفئه رقم 2. لو انت جيت قلت له كده على الرول الاولاني، الرول الاولاني ده الفئه رقم 1، وجبت كل الابناء منها خلاص واديته اسم العلاقه، لان ممكن يكون مبني نفس الجدولين اكتر من علاقه، هيجيب لي بقى ايه؟ هيجيب لي كل الايه الداتا رو، الداتا روز اللي هي بقى رقم 1 رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 جابهم. خدت لي بالك من الحته دي؟ وفي علاقه جميله جدا معكوسه. قال لو رحت على جدول برودكت قلت له هات الحق الاولاني، قلت له هات بقى جيت البيرنت رو واديته الايه، واديته الكولو، واديته الداتا ريليشن، اديته الداتا ريليشن بتاعتك، هيعمل ايه؟ هيجيب لك الرو الاساسي اللي هو في جدول الكاتيجوري اللي هو الجدول برودكت ده مرتبط بيه، اللي هو جدول برودكت ده مرتبط ايه؟ مرتبط بيه. فهمت الفكره؟ طبعا دي هتبقى هتشتغل معانا، هتبقى كويسه جدا جدا في حاجه اسمها ماستر ديتيل. الماستر ايه؟ ديتيل اللي هو في شاشات الماستر ديتيل اللي هو بيبقى فيه مثلا يعني ايه ماستر ديتيل مش عارف ايه؟ ايه هو ماستر ديتيل؟ ماستر ديتيل دي اللي هي الشاشات اللي بتبقى مرتبطه ببعض، اللي هو مثلا انا بيبقى عندي شاشه عاديه زي دي زي كنا عاملينها من شويه اللي فيها تكست بوكسز كده لجدول الديبارتمنت، بس من تحت يكون مش عرض مش عارض الديبارتمنتس كلها، لا يكون عرض الامبلويز كلها الموظفين. واول ما انا اتنقل على اي قسم 2 الاقي اوتوماتيك ومعارض لي كل الموظفين اللي في قسم 2 كده. الماستر بتاعي هو الديبت والديتيل بتاعتي يمين هي الامب. فهمت الفكره؟ يبقى جميله جدا طبعا. خلاص. والجميل كمان انك لو وقفت بقى على الامب كليكيت على الام يقوم جايب لك مين البيرنت بتاعه الديبارتمنت فوق بتاعه اللي هي بقى اللي هي الجيت بيرنت اللي هي تحت دي. فدي بتلعب معانا دايما عشان تربط لي الماستر دي، تلعب تربط لي شاشات رئيسيه وتحتها شاشات ايه؟ الشاشات الفرعيه منها. الشاشات الفرعيه ايه؟ الفرعيه منها ده كانت داتا ريليشن، هنبقى نشوفها في مثال. اما داتا فيو طبعا هنا داتا فيو بتشتغل على داتا تيبل واحد، شرحناها قبل كده مرتين تقريبا. بتشتغل على داتا تيبل واحد ونقول لها سورت يرتبي على حقل معين على البرونيم مثلا. اهم حاجه عندي الرو ايه؟ الرو فلتر. قلت له برو نيم يكون لايك كلمه تي في، يبقى اي حاجه فيها كلمه تي في تطلع. دي كنا شرحناها قبل كده اللي هي الداتا فيو اللي احنا كنا بس ما شرحناهاش واكدنا عليها المره دي اللي هي مين؟ الداتا ريليشن والداتا كولوم. الداتا ريليشن والداتا ايه؟ والداتا كولوم. خلاص؟